صباح الخير مشاهدينا الكرام، كل عام وحضرتكم بخير. مع حضراتكم بهجة أبو ضيف، بنقدم لكم حاليا بث مباشر لرصد الحركة المرورية أعلى كوبري أكتوبر محافظة القاهرة. صباح اليوم الثلاثاء في أول الأيام بعد انتهاء الإجازة الخاصة بأعياد أو باحتفالات شم النسيم وبأجازة أيضا عيد تحرير سيناء وعيد العمال، فالأجازة التي استمرت 5 أيام بداية من يوم الخميس الماضي وحتى أمس الاثنين. زي ما حضراتكم شايفين حاليا في انتظام للحركة المرورية على كوبري أكتوبر في الاتجاهين مع اختفاء التكدسات والاختراقات المرورية. مع انتظام أيضا وانتشار رجال الإدارة العامة للمرور اللي بيتابعوا عملهم على مدار الساعة وخلال اليوم لمواجهة أي تكدسات أو اختراقات مرورية من شأنها التأثير السلبي على حركة السير بكافة الطرق والمحاور والكباري بكافة المحافظات. صباح اليوم الثلاثاء ظهرت بعض التكدسات المرورية التي رصدناها بطريق الكورنيش في الاتجاه القادم من ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة ومنطقة المظلات إلى ميدان التحرير، والذي يصل أيضا إلى حلوان والمعادي. هنظهر لحضراتكم طبيعة الحركة المرورية بطريق الكورنيش واللي بيظهر خلالها بعض التكدسات المرورية، لكنها تكدسات وكثافات متحركة وليست ثابتة. رجال الإدارة العامة للمرور بيعملوا على مواجهتها وتسيير الحركة المرورية والعمل على انتظام حركة السير أمام قائد السيارات اللي ظاهر أمام حضراتكم حاليا. ده الاتجاه القادم من ميدان المؤسسة وشبرا الخيمة ومنطقة المظلات والمتجه إلى حلوان والمعادي. هنرجع لحضراتكم مرة تانية لرصد الحركة المرورية على كوبري أكتوبر في الاتجاهين. بالتأكيد على انتظام حركة السير على الكوبري مع اختفاء التكدسات. ايضا رصدنا اليوم وجود بعض التكدسات والكثافات المرورية بطريق اسكندرية الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها والمتجه الى القاهرة، خاصة بمنطقة الطريق الدائري حيث ظهرت بعض الكثافات والتكدسات المرورية، لكن رجال الإدارة العامة للمرور بيعملوا على مواجهتها وتيسير وتسيير الحركة المرورية أمام قائد السيارات. بنذكر حضراتكم ان الاداره العامه للمرور بتشكل غرفه طوارئ لمتابعه وتلقي اي تكدس اي بلاغات خاصه بالحوادث المروريه او الاختناقات والتكدسات التي من شانها التاثير السلبي على حركه السير وسرعه التعامل معها من خلال توجيه الدوريات الامنيه المروريه المتحركه او من خلال انتشار رجال الإدارة العامة للمرور من ضباط وأفراد للتصدي لتلك الاختراقات والتكدسات. نرصد لحضراتكم أيضا طبيعة الحركة المرورية بطريق الكورنيش القادم من ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة
والمتجه إلى ميدان التحرير وأيضا إلى منطقة حلوان والمعادي. نتابع حضراتكم على مدار الساعة بكافة الأخبار المرورية المتعلقة بحركة السير بكافة الطرق والمحاور تأثيرا على حضراتكم خلال اليوم إن شاء الله. شكرا لحضراتكم.